مرحبا، أنا راما أبو الرب، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، وزن فوق 67 كيلوغرام، عمري 22 سنة وبدرس تغذية الإنسان بجامعة العلوم التطبيقية. بدأت رياضة التايكوندو عام 2014، كان عمري 12 سنة، بعدين ضليت مكملة بصفوف المنتخب الوطني من 2015 ل 2018. للأسف اضطريت إني أوقف ب 2019 عشان كان عندي توجيهي. ليش رياضة التايكوندو؟ لأني كنت أشوف أخوي عم بيتمرن بالنادي وحبيتها رياضة وحسيت إنها هي المناسبة لي. أول انتصار محلي إلي كان 2015 اللي هي تصفية المنتخب للأشبال، بعدين أحرزت العديد من الميداليات بالبطولات المفتوحة مع المنتخب، بس أول إنجاز رسمي إلي كان ب 2017 اللي هي برونزية آسيا للناشئين. أفضل لحظة بمسيرتي الرياضية هم صراحة لحظتين. أول واحدة كانت ب 2018 لما تأهلت على أولمبيات الشباب بالأرجنتين، كنت صغيرة والموضوع جداً أبسطني. الحمد لله قدرت أني أعيدها كمان مرة ب 2024، تأهلت لأولمبيات باريس عن طريق التصفيات الأسيوية. بعد تأهلي لأولمبيات باريس 2024، بعد تعب وتحضير كتير طويل، ضليت مكملة بالتمارين والمعسكرات وتحسين من مستواي، لأنه اللعب بأولمبيات باريس مش إشي سهل ومسؤولية كتير كبيرة. أنا وزملائي بالفريق الأولمبي بنكبر فيكم وبدعمكم، هذا الإشي رح يعطينا طاقة وحافز أكبر إنه إحنا نمثل الأردن بأحسن صورة، وإنه نعطي كل إشي عنا بأولمبيات باريس 2024. تابعونا.